نعم والله شاهد سعيد جد سعيد جدا وبالغ السعاده، لانه باش تكون ديك الظروف اللي حصلت في المباراه، يعني الدقائق الاخيره الدقيقه 90 غادي يجي الحارس ويرتكب خطا واقع عادي في شيء كره القدم، يعني كيحدث يقدر يخطا الحارس، ومن اللي يخطا يمكن يتعود بلاعب ولاعب ينوض ويحصل ويكون يعني كيحرس المرمى ويشد جوج ضربات جزاء. هذه زعما كنهني ديك الحسناوي وكنبلغوا سلامي وكنهني الفريق المغرب التطواني وجميع المتداخلين ديالها والاطر ديالها على التاهل البارح اللي مستحق ورائع، وعطوا اضافه لكره القدم الوطنيه وعطوا شيء جديد اللي هو لعب شد جوج البينالتيات وغادي يبقى في التاريخ ديال المغرب التطواني وفي تاريخ كره القدم الوطنيه. ما حصلتش لاول مره، عيوم يحصلوا اللعابه كيعمل الحارس كيمثل دور الحارس، ولكن ما عمره استطاع انه يحصل يشد جوج ضربات جزاء. هذا يعني لي شيء الكثير، اولا اسره التعليم فهي اسره رائعه، فهي كتقدم الشيء الكثير وكتخدم في الخفاء، انه هذا السيد هذا المدير العام السيد زكريا طارق اللي هو كتشوف هذه الوليدات هذو الجيل الغد اللي كيربي واحد الجيل واحد يعني تكوين الانسان اليوم الغد، يعني هذا ماشي بالساهل، هي شيء رائع جدا ومهم، وانا حصل لي الشرف انه نحصل معاهم في المؤسسه ديالهم إيبي بياب. هذا شيء كيحصل لي الشرف انه باش نحضر مع التلاميذ ومع السيد المدير العام، وكنطلب لهم التوفيق وكنطلب لهم الازدهار من هذه المؤسسه، وتخرجنا اطر في المستوى، وكما معروف عليه انه عنده مؤسسه ديال التكوين، عنده مراكز التكوين في عده مجالات، مجالات السيريه، مجالات التكوين، يعني التكوين ككل كنشمله، ولا العمل الاجتماعي ولا العمل الاقتصادي ولا الرياضي. اذا شكرا لكم وشكرا جزيلا السيد المدير العام على الدعوة ديالو، بالعكس أنا حصل لي الشرف جيت عند هاد الناس. صراحة هذا الشيء ما تيجيش بالصدفة، ولكن جاء لواحد العمل دؤوب ومثابرة اللي وضع واحد استراتيجية لإدماج الرياضة داخل المؤسسة، وحضرنا في لقاءات الحمد لله وأدمجنا كل الفئات الصغرى، لا من ناحية التعليم الأولي والتعليم الابتدائي وكذلك الإعدادي والثانوي. والاستثمار الآن هو وضع السيد رئيس الجامعة الملكية السيد القجاع اللي وضع يعني واحد شراكة رسمية مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وهذه البادرة غادي تصب إن شاء الله في مستقبل زاهر لوضع استراتيجية لشراكة رسمية في كل هذه القطاعات التكوينية مع القطاعات ديال الجامعة الملكية كرة القدم. صراحة وجود عبد الملك أبرون هو إضافة كبيرة، بما أنه عضو جامعي ورئيس سابق للمغرب التطواني والمسؤول عن الاستراتيجية والرياضات الجماعية بالجامعة الملكية، لا خير دليل على أننا وقعنا على انطلاقة جديدة بوضع مؤسستنا كشريك رسمي في هذه المنهجية والاستراتيجية الجامعة الملكية بحضور السيد الملك أبرون. كل هذه المشاريع فهي تصب في مصلحة الوطن المغرب، وعلى رأس ملك صاحب جلالة نصره الله وأيدها، وكل هذه الأعمال وهذه الشركات سوف تعطي انطلاقة كبيرة. وكان الطلب ديالي للسيد أبرون على وضع أو تجهيز أكاديمية لتوفيرها للقطاعات الخاصة وقطاع الدولة ناحية التعليم، لأنها هذا القطاع لا يتوفر على ملاعب، ووضع الآن الجامعة شركة رسمية، فيجب أن نستفيد من هذه الملاعب حتى تكون لنا منهجية لوضعها في توفير الرياضات الجماعية، وكذلك يعني اكتشاف بعض الطاقات وبعض المواهب المغربية التي سوف تمثل المغرب في المستقبل وفي الاستحقاقات القادمة إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.